عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل حرف استفهام، وكان فعل ماضي ناقص لكنه يفيد الاستمرار في أصله، يفيد الاستمرار. فالتعبير بالكينونة هنا تدل على أن هذا المكان لا يجوز أن ينحر فيه إذا كان مذبحا للكفار ولو زال. فلو كان للكفار مكان فيه وثن يعبد من دون الله عز وجل فزال ثم أريد أن يذبح فيه فلا يجوز ولو بعد إزالته، للتعبير بالكينونة الدالة على المضي هل كان فيها وثن. ومما يدل على هذا أن ميمونة بنت كردم كان سؤال أبيها في حجة الوداع، وحجة الوداع وقعت بعدما أزال الله عز وجل الأوثان، لكن يأتينا معترض من حديث الجارية أو المرأة إذ قال عليه الصلاة والسلام ألي صنم؟ قالت لا. ألي وثن؟ قالت لا. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن نيتها، بمعنى يكون هذا الذبح لصنم أم لوثن، هذا هو ظاهر الحديث. لكن الصحيح أن هذا الظاهر غير مراد، لأن المراد هل كان ينحر فيها لصنم، هل كان ينحر فيها لوثن؟